الحديث حول هذا الموضوع، يعني على الأقل وجود أكثر بشوي من 50 شركة، هل هو أكثر من كافي؟ هل كان لدينا تضخم كبير في الشركة، يعني في عدد الشركات بالسوق؟ يعني كيف نصل إلى أنه لدينا سوق كافي مكتفي بشركاته؟ أوكي، كعدد شركات 107 شركات كان كثير على السوق، كثير يعني على السوق، كان كدبي، كان زي دبي، خصوصا إحنا معنا مثلا تداولات، حجم التداولات في قمتها وصل إلى فوق 500 مليار، اليوم السنة الماضية كنا نحكي عن 50 مليار، ففي عندنا 10% فقط تداولات الأسواق وصلت إلى من 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 أعلى مستويات. لما كان عندنا التداولات في يعني ممتازه، كانت عدد الاستفاده من الشركات الوساطه، يعني 107 شركات كانت تستفيد بشكل او باخر من تلك التداولات، ولكن ايضا كان هناك الحصه الاكبر من التداولات كانت وما زالت تذهب الى بعض الشركات الخاصه. المشكله تعانيها شركات الوساطه الان باعتقادي انها في لها 3 اسباب رئيسيه. طبعا السبب الرئيسي المعروف هو الانحصار في احجام التداولات، يعني كما ذكرنا هناك انحصار بتقريبا 90% انخفاض باحجام التداولات بالسوق، وضع طبيعي انه تتاثر منه الاسواق، ولكن ليس باعتقادي في دوله يعني في 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 مجال الوساطه في دوله الامارات، هناك مشاكل اخرى ايضا هي كانت ادت الى هذا الانسحاب السريع لشركات الوساطه. فاحنا عمالنا بنسمع تقريبا في السنه الماضيه كان هناك انسحاب اكثر من 40 شركه مره واحده كانت تخرج من السوق، وما زال عدد باعتقادي الشخصي ما زال مرجحا الى الارتفاع، ولو يعني بشكل قد يصل الى 40 شركه يعني باعتقادي هذا هو الذي سوف الشكل النهائي. ولكن هل 40 شركه كافيه على تخطيط السوق؟ لا، احنا يعني 50 شركه 60 شركه يعني نتمنى ان تكون هناك منافسات، نتمنى ان تكون هناك شركات وساطه من 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 خلفيات مختلفة، شركات وساطة تبع بنوك، شركات وساطة تبع شركات استثمار، شركات وساطة محلية، شركات وساطة، نفضل هذا التنويع لأنه في النهاية هو مصلحة الأسواق ومصلحة المستثمر. الأسباب الثانية التي ساهمت في هذا الوضع التي وصلت إليه شركات الوساطة، باعتقادي المشكلة الهيكلية في تأسيس شركة الوساطة. معظم شركات الوساطة في دولة الإمارات تأسست إما نهاية 2005 أو بداية 2006. في ذلك الوقت كانت التداولات أو كانت توقعات أن تكون هناك عمليات انتعاش في الأسواق وارتفاعات، وتم بناء خطة العمل بناء على الأرقام في تلك السنوات، ولكن أي خطة عمل 5 سنين؟ من 3 أو 5 سنوات كانت تفترض الاستمرارية السابقة. هذا الواقع كان غير ذلك بشكل عام. أيضا معظم يعني ليس أنا لا نقول معظم، ولكن هناك عدد لا بأس فيه من الشركات الوساطة كانت مملوكة لأفراد هم بالأساس كانوا مستثمرين بالأسواق، وكان سبب الرئيسي وراء إنشائهم لشركة وساطة أن تقوم بتغطية تداولاتهم أو تداولات الحلقة القليلة. يعني هو زبون الأوحد. نعم، هناك عدد كبير يعني عدد لا بأس فيه من الشركات، فهي لم تأتي من خلفية احترافية كما يجب أن تكون. أيضا لا ننسى أن معظم 90% من تداولات شركات الوساطة كانت تبنى بشكل أو بآخر على التسهيلات الممنوحة، وهذه التسهيلات نحن نعلم حتى وقت قريب لم تكن منظمة أو لم تكن مرخصة من قبل الهيئة، ولكن كان هناك اجتهادات شخصية وعمل شخصي من قبل شركات الوساطة على تزويد عملائها بتلك التسهيلات، وهذا باعتقادي أدى إلى كثير من المشاكل الداخلية داخل شركات الوساطة، وخصوصا مع تراجعات السوق. فشركة الوساطة عمالها بتخسر من فلوسها، عمالها بتخسر من فلوس العملاء، والأسواق عمالها بتتراجع، فهذا باعتقادي أعطى زخم للمشكلة التي تعانيها شركات الوساطة. وأيضا يعني عامل آخر هو بعيد عن شركات الوساطة نفسها، هي احنا جميعا نعلم أنه لا توجد هناك أدوات مع شركات الوساطة الإماراتية لتوليد دخل خارج عمليات تداول. فعلى سبيل المثال يعني معظم الدول المجاورة، نحكي عن عمان، عن السعودية، عن الكويت، عن مصر، معظم شركات الوساطة تمتلك رخصة استثمارية، بمعنى أنها تستطيع تقديم خدمات الاستشارات، تستطيع تقديم. يعني ليش هون؟ هل إن لأنه ما لجأوها أو هل كان في غلط كافي؟ لم يكن هناك قانون ولم يكن هناك مطالبات كافية. كما قلت لك معظم الشركات الوساطة لم تكن من خلفية احترافية، وكان هناك يعني لا نقول تباطؤ، ولكن كان هناك عملية تريث لحل مشاكل أولى من الرخص الجديدة، وهذا أدى إلى انحسار مستويات مصادر دخل لقبل شركات الوساطة. فكان يعني الشيء الوحيد، المصدر الدخل الوحيد لشركة الوساطة هي التداولات، العملات الناتجة من التداولات. يمنع على شركة الوساطة أن تجني أي دخل من خارج هذا العمل. هناك بينما كان هناك شركات من خارج الدولة، ليست شركات إماراتية، كان هناك تمتلك إدارة محافظ، إدارة
الاستشارات. لماذا يمنع؟ يعني هل هي لم يكن يعني هناك القانون يرخص، كان هناك عملية معظم مثلا رخصة الاستشارات المالية كانت تصدر من البنك المركزي، وكان هناك مرت بفترة انتقالية من كترخيص كهيئة ترخيص من البنك المركزي إلى هيئة. قريب جدا هناك عملية الانتقال تمت، فالآن مثلا عملية الاستشارات رخصة الاستشارات المالية تصدر من الهيئة بشكل مباشر، عملية تداول بأسواق مختلفة تصدر من الهيئة بشكل مباشر، قبل ذلك كانت تصدر من البنك المركزي. فأن تذهب شركة وساطة البنك المركزي، نحن نتكلم عن إجراءات كانت طويلة بعض الشيء، ويجب على شركة الوساطة تأسيس شركة منفصلة وإلى آخره. فكان هناك ومرينا تقريبا فترة تجاوزت السنتين عمليات أنه صعب جدا كان على شركات الوساطة المحلية اللجوء بشكل مباشر والدخول وأخذ هذه الرخص، وبالتالي رأينا أنها تنحصر، يعني تتأثر بشكل مباشر بتراجع أحجام التداولات، واللي الجميع يعلم أنه الانحصار الكبير الذي شاهدناه اليوم. شركات الوساطة عمالها بسكر بسبب أحجام تداول حالية وبسبب التراجعات خلال السنتين الماضيات. معظم شركات معدل الخسائر شركات الوساطة بالسنة الماضية كانت تقريبا ربع المليار، السنة اللي قبلها كانت كمان ربع مليار. حجم رأس المال معظم متوسط حجم رؤوس أموال شركات الوساطة تقريبا 30 مليون. فهناك عمليات يعني هذه المخاسر يعني قد أكلت كثيرا من رأس مال الشركات العاملة، يعني خصوصا يعني أدت كثير لإشكاليات حتى في بالنسبة لوضع العمالة. أشكرك سيد حسام الحسيني على كل هذه المعلومات. شكرا.